تطرقت في الكتاب عن الجزء الخاص بأكثر أسباب الحوادث وقوعاً. نعم. إيش هي؟ بنتعرف. يعني لو قارنا بالزمن السابق أستاذ إيهاب كانت السرعة. صحيح. الزائدة كانت قطع إشارات. الآن المرة. يمكن الجوال. يا سلام عليك. الآن الجوال هو المسيطر. طبعاً أنظمة ساهر بلا شك حدت الحمد لله بكثير من مخالفات السرعة. على سبيل المثال إحنا الآن في جدة عندما نذهب إلى مكة إلى الطائف قريب علينا. لا ما في أحد بيتجاوز السرعة لأن هناك نظام ساهر. فلذلك نحن مستمتعين في الطريق الآن أقصى سرعة هي 120 كيلومتر في الساعة. فتلاقي الحمد لله ماشيين بالسيابية وبسلاسة بسهولة بيسر وطمأنينة. هذا المفروض. طبعاً ربما هناك في نوع من التهور والتفحيط في بعض داخل المدن والحمد لله برضو بحكم الجهود الكثيفة من رجال المرور والوعي الحقيقي اللي بدأ ينتشر عند كثير من الشباب بدأ تخف هذه الأمور. لكن استخدام الجوال أثناء القيادة للأسف أصبح هو المسيطر على الحوادث والمخالفات المرورية. يعني بشكل عام هي بلا شك السبب الأبرز. وذلك يعني احنا نقول استخدام الجوال لو رقناه بالسابق اول كان استخدام فقط للصوت، الان نستخدم الجوال في تشاتنج في تويتر في سناب في الجي بي اس. وبالتالي استخدام الجوال للاسف يعني يسيء الى القياده الامنه. انا اتمنى من كل يعني من يشاهدنا الان يعني حقيقه يحرص على الابتعاد عن الجوال لانه بحسب الاحصاءات يعني وهذه احصاءات عملت في دول مروريه متقدمه حالات الحوادث او المخالفات تتضاعف بأضعاف تصل إلى 15 إلى 20 مرة طالما كان هناك في استخدام الجوال بجميع فئاته، سواء عملت تويتر سواء عملت سنابة سواء عملت SMS. وأنا أعتقد أن حياتنا أثمن من أن أرسل رسالة. أكيد حياتنا وصحتنا وسلامتنا لأسرنا أفضل من أن أرسل رسالة وأنه أفكر في أني أعكر على صف حياتي وعلى سلامتي من خلال أن أرسل رسالة ربما أنا أضر نفسي وربما أضر غيري.